السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع الأصدقاء والمتابعين وين ما كنتوا عم بتتابعونا، أهلا وسهلا فيكم. اليوم وصفتنا جدا مميزة، في ناس بيعرفوها وفي ناس أول مرة رح يسمعوا فيها أو يعرفوا كيف طريقة طبخها. اليوم رح أعمل لكم وصفة باللفت اللي أنتوا بتعرفوه، يمكن تاكلوه مخلل أو في ناس بتحشيه، وللناس اللي ما بتعرف كيف بنحشى خليكم معنا لتشوفوا كيف الطريقة اللي رح نعملها فيه. هذا اللفت اللي إحنا اليوم رايحين نستعمله، أكيد كلكم شايفينه، أكيد كلكم بتعرفوه، بس يمكن مش الكل بيعرف كيف بينطبخ. رح أحكي لكم المكونات الأساسية اللي معانا لليوم لحتى تشوفوا كيف الطريقة بدها تكون مميزة. عندي الأرز قصير الحبة مغسول ومنقوع ومصفى، عندي هون لحمة تقريبا نص كيلو لكل 3 كاسات من الرز قبل النقع، بعد ما نقعتهم بدهم نص كيلو من اللحمة المفرومة. رح أستعمل دبس الرمان، فلفل أسود، ملح، بهار مشكل، معجون البندورة، والمكون الأساسي اللي معاي بهاي الوصفة اللي هو التمر الهندي. ممكن بس حدا يسمع كلمة تمر هندي يفكره الشراب أو المركز الصغير البودرة، فلا، إحنا المكون تبعنا الأساسي اليوم اللي هو التمر الهندي اللي بيجي بهاي الشكل فيه بزر من جوا. رح أورجيكم هلأ كيف رح نستعمله. طبعاً أنا هون مجهزة الكمية واللفت اللي موجود عندي، أورجيكم إياه عن قريب. هذا حفرناه، فرغناه من الداخل كامل وقليناه تقريبا ليصير لونه أشقر، بده تقريبا على النار من 3 لـ4 دقائق ليعطيني هذا اللون. بداية رح ناخذ اللفت ونقشره بهاي الطريقة، طبعاً لازم يتقشر، ولما ينحفر لازم نحتفظ بالحفر تبعه. هو شوي اللي بغلب فيه الحفر كتير قاسي اللفت، فبدكم تحاولوا تشدوا على ايدكم شوي لحتى تدخل معاكم المحفرة وتقدروا تحفروه. وفي كتير للناس اللي حابة تجربه وما بتعرف تحفره، في كتير محلات عم بتبيعه حاليا محفور وجاهز للطبخ. أهم إشي لما أحفره إني أخذ فيه اللب تبعه أو الحفر اللي حفرناه. هيك صارت معي جاهزة، رح أحفرها وأقليها وتصير معي بهاد الشكل زي ما ورجتكم إياها. لازم تكون معي بهذا الشكل، وحاولوا لما تحفروها ما يكون الفتحة تبعتها كتير كبيرة لحتى ما تطلع منها الحشوة. وزي ما انتم شايفين هون هذا اللب تبعه أو الحفر تبعه، وبدي هدول القطع اللي هي أول حبة بتطلع من الحفر بدي إياها لحتى نسكر فيها الحشوة. هيك صار معانا أول خطوة جاهزة. الخطوة الثانية رح نتبل اللحمة فيها. رح ناخد اللحمة ننزلها فوق الرز. طبعاً أنا هون عاملة لحمة مفرومة ناعم. رح أخذ البهارات اللي رح تنزل على اللحمة، فلفل أسود، ملح، وما بدنا نكتر بهارات لحتى تضلها نكهة اللفت اللي إحنا بدنا إياها. رح أخذ بس شوي بهار مشكل للحمة، رح نأخذ شوي من زيت الزيتون، وإذا ما بتحبوا زيت الزيتون تضيفوه بهاي الخطوة ممكن تضيفوا زيت نباتي. رح أخذ كمان اختياري طبعا دبس الرمان لحتى يعطيها حموضة زيادة، اللي ما عنده فبيقدر يستغني عن هاي الخطوة تماما. احنا تقريبا محتاجين هون معلقة واحدة. وهلأ حنبلش تجهيز حشوة بهاي الطريقة. وهيك صارت معاي الحشوة جاهزة تماما. هلأ رح اخذ الحشوة، رح ابلش اخذ حبة حبة من اللفت واحشيها 3/4. وهلا بورجيكم لمتى منوقف حشي. رح ناخذ نحشيها بهاي الطريقة. طبعا كتير سهل حشوة لانه الحشوة الفتحة مناسبة. رح اخذها ادقها واعتبر اصبعي الميزان اللي رح اعير فيه، رح اخذ تكون هالقد فاضية، هالقد لازم تكون فاضية. رح أصفها على جنب وأعمل كمان واحدة قدامكم.
هلا رح نكمل الكمية كاملة ونرجع للخطوة اللي بعديها اللي أساسية برضو بهاي الوصفة. رح نكمل الحشي ونرجع لكم. هيك بعد ما أنا حشيش هنقول لياتهم، وزي ما خبرتكم القمعة رح أسكر فيها الدم، وإذا كان مش ضايل عندي منهم نقدر من الحشوة نفسها أو الحفر نفسها نحشي. هلأ هدول صاروا معي جاهزين، رح نشيلهم على جنب. الخطوة الثانية المهمة، رح ناخد اللب تبع اللفت ورح أخذ عليه مقدار معلقتين من الملح، رح أخلطه منيح وأحاول أضغط عليه لحتى يتعصر مزبوط وينزل كل المي اللي موجودة فيه. هخلطه كويس، بعدين رح أجيب الطنجرة اللي أنا رح أطبق فيها وأطبخ فيها. رح أخذ من اللب تبعه وأعصر وتنزل كل المي منه. رح أخذها وأحطها بقاع الطنجرة. هاي الطريقة طبعاً طبخة اللفت كتير ناس بتعملها بطحينية، أو اللي متعرف عليها دائماً أكتر بطحينية أو مع لبن، بس أنا متأكدة اللي رح يجربها اليوم بالتمر الهندي ما رح يرجع يعملها نهائياً باللبن. هاي المي كلياتها بتنزل أي مرار بيكون موجود جواها، لأنه إحنا هذا اللب كمان رح نحطه مع الحشوة وناكله، يعني كمان بتاكل. عصيرها بس مزبوط لحتى تنزل كل المرار اللي موجود جوا اللفت. هاي كمية كافية. هلأ شايفين هاي السوائل كلها المي، هاي كلياتها بس كانت موجودة بالحفر تبع اللفت، رح أشيلها على جنب ورح نيجي للخطوة اللي بعديها. هرتب كل حبات اللفت جوا، زي إحنا هيك عملنا قاعدة لحتى اللفت ما ينحرق، ما يلزق. إذا لزق بيكون لزق معاي الحفر، ما لزق معاي اللفت نفسه. رح أخلي الباب تبعها مفتوح لفوق عشان الحشوة ما تطلع منها. بعد ما صفتهم كلهم بالطنجرة رح أشيلهم على جنب، وقبل ما أغمرهم بالمي رح أخذ التمر الهندي. رح أورجيكم كيف شكله بيكون من جوا. أفتحه بس بالسكين، أوضي مقص. طبعا اللي حابب يجرب الطريقة ما يستغني عن التمر الهندي، ضروري جدا يضيفه، ما يستبدله بالبندورة أو رب البندورة، لا، إحنا هذا المكون الأساسي تبع الطبخة كلها، يعني هو بس اللي حيجيب النكهة الصح لهاي الوصفة. شايفين كيف بيكون جواته بزر؟ بهاي الطريقة بيكون هو. شايفين؟ إحنا كيف رح نستعمله؟ رح نحاول نفتحه شوي بهاي الطريقة. الشعر تبعه هذا كلياته في طعمة الحموضة اللي أنا بدي إياها، والبزر هذا تبعه كمان في من هاي الحموضة. رح أخليه كلياته بالصحن. طبعاً أنا لمقدار اللفت 3 كيلو لفت استعملت بس واحد من التمر الهندي، إذا مستعملين كمية أكبر بدكم 2 من التمر الهندي، وسعره كتير قليل، بيجي فيه منه 3 بدينار وبيجي حبة ب40 قرش، فكتير يعني رخيص ومش مكلف. رح أخذ وأغمره بالمي المغلية، رح أتركه بالماي لحتى تخلص معاي الطبخة. هلأ رح ننتقل للطنجرة، أولع النار. تمام، رح أخذه على النار ورح أحط عليه مي مغلية أو مي سخنة. رح أحاول أغمر حبات اللفت كاملة بالماي، ورح أضيف عليها معجون البندورة. ما رح نضيف بندورة خلط، رح نضيف بس معجون البندورة. هيك بعد ما غمرته رح ناخذ تقريبا باكيت واحد او 4 معالق من معجون البندورة، اي نوع عندكم.
أي نوع بتحبوه. رح ناخد منه 4 معالق. هلا رح أتركها تغلي تماما. أول ما تغلي رح أنزل عليها بالملح وبالفلفل الأسود وشوية صغيرة من بهار المشكل. طبعا اختياري، مو حابين تضيفوا البهار المشكل بتشيلوه، بس احنا بدنا اهم نكهة اللي هي نكهة صلصة البندورة ونكهة التمر الهندي، لهيك انا مو ضايفة اضافات كتير للحمة ولا اضافات للمي اللي رح نستعملها هلا. تمام، خلينا اول ما يغلي رح نرجع اورجيكم مقادير اللي رح نحطها للطنجرة من الملح والفلفل الاسود. هلا بعد ما تركته على النار وحطيت عليه البهارات رح اتركه تقريبا من نص ساعة لساعة الا ربع لحتى يستوي تماما الرز واللفت. بهذا الوقت انا رح اضلني احرك التمر الهندي وكل شوي اجيبه وافركه بهاي الطريقة، يعني انا رايحة وانا راجعة رح افركه بهاي الطريقة لحتى ينزل لي كل الطعم اللي انا بدي اياه بالمي. تمام، هلا بهذا الوقت احنا رح نجهز للطبق الحلو اللي رح نعمله اليوم. رح نعمل وصفة جدا مميزة وكتير كتير سهلة، بس بدها مكونات بسيطة وبتقدر تستغني عنها وتستبدليها، تغيري فيها بالطريقة اللي انت بتحبيها وبالنكهات اللي انت بتحبيها. رح نعملها اليوم بنكهات مميزة بأشياء ان شاء الله هتكون متوفرة عندكم، رح يكون فيها مكسرات. وصفتنا لليوم رح تكون التمر بحشوات مميزة بالتوفي المملح. وصفتنا الثانية رح تكون تمر بحشوات مختلفة ورح يكون في عليها توفي مالح. اسم وصفتنا لليوم التمر بالتوفي المملح، ولكن احنا رح نميزها بالحشوات اللي رح نحشيها فيه. المكون الاساسي عندنا تمر. انا مستعملة هون تمر مجهول الحجم الوسط، بتقدر تستعملوا اللارج بتستعملوا الجامبو اي انتو بتحبوه. انا مفرغاها من النواة بهاي الطريقة. رح اخذ حبة تمر اشيل الامعاء عنها، رح افتحها بهاي الطريقة هيك، رح اشيل منها النواة كمان واحدة، ناخدها بهاي الطريقة افتحها اطول منها النواة. بهيك بتكونوا جهزتوا اول خطوة من خطواتنا. وهلا رح احكي لكم المكونات الاساسية معاي بالوصفة والاشياء الاختيارية اللي ممكن انتوا تختاروها. عندي اهم شيء الملح، عندي كريمة حلويات، الحشوة الإضافية اللي أنا رح أحشي فيها اليوم اللي هي حشوة الهيل، ومعاها رح نستعمل الفستق الحلبي. عندي طحينية، عندي كوب من السكر، معلقة واحدة من الزبدة، حليب مكثف محلى، ورح نستعمل اللوز الحب الني. رح أستعمل كمان بسكوت الدايجستيف للحشوة. رح أخذ بطنجرة على النار كوب السكر، رح أضلني أحرك فيه ليبلش يتكرمل. هضلني احرك فيه، هاي الخطوه جدا اساسيه لحتى ما ينحرق ويصير لونه اسود. اول ما يبلش يدوب معي السكر رح اوطي الغاز واخليه لحتى يصير لونه على شقار. هلا بعد ما صار لونها على شقار رح نشيلها على جنب ونحط عليها معلقه الزبده. تكونوا شوي حذرين بهاي المرحلة لأنه احتمال كتير كبير تصير تطرطش وتفور، فإحنا بنكون حذرين فيها. أول ما تدوب معاي الزبدة رح أنزل عليها بالكريمة والملح. طبعاً إذا حسيتوها جمدت معاي بنرجع على نار هادية نضل نخلط فيها لحتى تتجانس. رح أخذ مقدار معلقة صغيرة من الملح، وهذا السر بهاي الوصفة. رح أخذ تقريباً نص كوب من الكريمة السائلة للحلويات. هلا رح ارجعهم على النار واضلني احرك فيهم ليدوب معي السكر. طبعا اول ما تضيفوا اي اضافة سائلة رح يرجع معي السكر يكمش بهاي الطريقة. باخده على النار ورح ارجع مرة ثانية احركه لحتى يصير معي سائل. وهلا بعد ما جهزنا التوفي رح نتركها تبرد تماما. رح ناخذ الخطوه الثانيه اللي هي رح اخذ المطحنه، هحط فيها بسكوت دايجستيف
او اي بسكوت موجود عندكم، ولكن يفضل بهاي الوصفه بسكوت الدايجستيف لحتى يعطيها طعم اطيب. رح اخذ تقريبا 10 حبات او نص الباكيت. رح اطحنه ناعم كتير كتير. شيك عليهم اذا كلهم مفرومين. رح ننعمه كمان شوي. وهلا رح ناخذ البسكوت ونقسمه بصحنين لحتى نعمل حشوتين للتمر. هاخذ صحنين طبعا كمية البسكوت يمكن حاسينها قليلة، بس لحشوة التمر لأنه الحبة كتير صغيرة بتاخذ حشوة منيحة والكمية ممتازة. هلا للصحنين رح أحط حليب مكثف محلى معلقة على كل جهة، وهلا رح أخذ كمان معلقة للصحن الثاني. بواحد من الصحون رح أحط شوي من الطحينية أو معلقة من زبدة الفول السوداني، ورح أخذ على الصحن الثاني اللي هي على الحشوة الثانية معلقة من حشوة الهيل. رح أخلطهم تماما لحتى يصير معي عجين متماسكة. وهيك صار معي بعد ما عجنتهم. هلا ببساطة رح أخذ حبة التمر، هحشيها أول شي الحشوة اللي فيها هيل بهاي الطريقة، رح أحط عليها حبتين من الفستق الحلبي، وححطهم دغري بصحن التقديم. كمان حبة، بضغط على الحشوة شوي بإصبعي حتى تضلها لينة. وإذا مو حابين تضيفوا البسكوت بتقدروا بس تحطوا حشوة الهيل أو أي حشوات تانية أنتوا بتحبوها. رح أخذ من حشوة الطحينية، هحط جواها حبة لوز بهاي الطريقة، نحطها على الجهة التانية. كمان حبة، حبة لوز، ونحطها على الجهة الثانية. هلا رح اخلص كل الكمية وارجع اورجيكم طريقة التزيين. طبعا احنا هيك بنكون قربنا نخلصها، بس رح نحط عليها صوص التوفي اللي جهزناه، ورح نحط شوية طحينية، وعلى الجهة اللي حطينا عليها حشوة الهيل رح نحط عليها من صوص الهيل. خليكم معي لحتى اخلص حشيكم. وهيك بعد ما جهزت الكمية اللي أنا حاطاها أو رح أقدمها، رح أخذ أول إشي التوفة المملحة رح أحطها على الجهتين. طبعاً هيك صارت معاي سائلة شوي لأنه حطينا عليها كريمة، لو بدكم إياها أجمد بتستغنوا عن الكريمة وممكن تحطوا معلقتين من المي. رح ندير هلأ توفة هاي الطريقة. هلأ الجهة اللي حطينا عليها حشوة الطحينية رح نحط عليها من فوق كمان شوي من صلصة الطحينية اللي احنا حطينا فيها اللوز. والجهة الثانية اللي حطينا عليها الفستق الحلبي حشيناها بالهيل، رح نحط عليها حشوة الهيل. طبعا انتو اي حشوة حشيتوا بتقدروا تتحكموا بالحشوات اللي انتو بتحبوها مش اللي احنا عملناها.
وهيك صار طبق الحلو لليوم جاهز. رح نقدمه زي ما هو، ممكن نحط جنبيه الصوصات الثلاثة اللي عملناها. وهلا رح ننتقل لآخر خطوة من اللفت اللي احنا حشيناه، تقريبا استوى. آخر 5 دقايق قبل الاستواء رح آخذ التمر الهندي اللي عملته، ورح آخذ مصفاي، رح أرجع للتمر الهندي وأتأكد إنه كل الحبيبات اللي فيه دابت وكلياتها العصارة صارت عندي جاهزة. رح نشف ايدي وننتقل للطنجرة. هاخده بمصفاية واديره فوق الطبخة تبعتي. طبعا لازم المصفاية تكون ناعمة كتير لحتى ما ينزل على اي شوائب من اللي موجودة بالبزر. رح اخذ معلقة واحاول اصفيه. حنحط الكمية كاملة، واذا حسيتوا البزر لساته مليان من التمر الهندي راح نرجع نحط عليه كمان مرة مي مغلية، نرجع نفركها منيح ونصفيهم مرة تانية فوق اللفت. رح أدير الكمية كاملة وأرجع أورجيكم كيف منقدمه بالصفون. بعد ما حطيت التمر الهندي تركت الطنجرة على النار تغلي لمدة 5 دقايق، بعدين رح أطفيها، رح أشيله على جنب ونبلش نسكبه وهو سخن. طبعا إذا عملتوه بدري وما بدكم تسكبوا بنفس الوقت بنشيل المي كامل عنه لحتى ما يتفزر. فرح اخذ انا الصحن اللي رح اسكب فيه، رح اصير اخذ بهالطريقه حبه حبه. طبعا اللي بحب يعمل جنبه رز لحتى ياكل معاه الصلصه هاي بس بزبط، بس احنا ما رح نعمل لانه اصلا محشي رز، فمن نفسه رح ناخذ من المرقه نضيفها على حبة من جوا وبتصير معاي جاهزة للأكل. آخر شي رح آخذ شوي من الصلصة احطها بجات التقديم لحتى الواحد ياخذ الحبه وياخذ منها الصلصه. طبعا اهم شيء تكونوا مسكرين الحبه لحتى ما يطلع منها الرز وينزل جوات الطنجره ويصير شكل المرقه في معاها رز، حيعطيني شكل مش حلو. وهيك وصفتنا الثانية لليوم صارت جاهزة، بتمنى تعجبكم، بتمنى تجربوها، وعلى ضمانتي اللي حيجربها رح تعجبه كتير كتير، واللي بياكلها بطريقة تانية يجرب هاي الطريقة ويدعي لنا. وانتظرونا بحلقة جديدة بإذن الله من برنامج مطبخ الأحلام معي أنا شيف أحلام عبد الله. أهلا وسهلا فيكم، دمتم سالمين.